مثل ما شو عم بيصير هون؟ احكوا، هذا ذهب ابراهيم باشا؟ مزبوط يا مولاي، هدول ذهبات المرحوم ابراهيم باشا. كل الوقت بتعرفوا وين مكانهم، بس كنتم مخبينهم. مولاي، زيارتكم شرف كبير إلنا يا مولاي. لطفي باشا، كيف بتسكت على هذا الموضوع يا باشا؟ اعذرني مولاي، أنا مو فهمان أبداً عن أي موضوع جلالتكم عم تحكوا. مريم، شو قدرتوا تحكوا مع بعض؟ ما بقى في لزوم للحكي. سامحني يا مولاي، هذا الشيء مو ممكن ابدا. انا شفت الذهب بعيوني، كيف ما انه ممكن يا باشا؟ شهرزاد وزوجها ما لهم علاقه بهذا الموضوع. بنوب مولاي خديجة السلطة. مولاي اسمح لي اشرح لك شو القصه. هالموضوع ما بده شرح يا شهرزاد. كيف بتعملوا هذا الشيء؟ كيف بتتجرأوا تخدعوني؟ مو عيب عليكم؟ اخواتي السلطانات اتفقوا علي وطعنوني بظهري. لا، صدقني الموضوع مو هيك ابدا. الذهب كان رح يروح على قصركم، ولهذا السبب حملوه بالعربايه. اعذريني يا سلطانه، حضرتكم بتعرفوا انه نحن عم ندور عليهم، فيا ريت لو وفرتوا علينا وقت وخبرتونا عن مكانهم. نحن مو من زمان لقيناهم يا باشا، من كم يوم. معك حق يا سلطانه، بس اعذريني على فضولي، ليش لطفي باشا ما بيعرف عن هذا الموضوع؟ وليش عم تنقلوه بنص الليل؟ مو هالشي كتير غريب؟ انت شو علاقتك بالموضوع يا باشا؟ مولاي، وانا كمان حابب اسمع جواب. بالي بيك هو يلي بده ننقله بهاد الوقت مولاي. بالي بيك شو علاقته بالموضوع شهرزاد؟ مولاي، أنا آسف ما خبروني إنه حضرتكم هون. السلطانة شهرزاد بعتت وراي لأستلم ذهب المرحوم إبراهيم باشا. شو في مريم؟ شو قال لك بالي بيك؟ حابب يشوفني بكره الصبح. وشو كمان؟ بس عم بيقول بده يحكي بالموضوع. تأخر الوقت أسمهان، صار لازم تروحي. ماشي، خبريني شو بصير معك. تصبحي على خير. تلاقي الخير. سلطانة، كوني على ثقة بإني ما بقصد إزعجك أو أجرح مشاعرك، ولهذا السبب أنا فضلت إني أسكت. بس اتضح لي إنه سكوتي هاد هو السبب بإنك فهمتيني غلط. أنا ما بعرف مين اللي كتب الرسالة باسمي، بس اللي كتبه على لساني يا سلطانة بلامس الحقيقة نوعا ما. أنا جندي مرتبط بدولتنا العلية وبمولانا السلطان بكل صدق وأمانة، ورح ضل هيك طول حياتي، لأنه الخيانة مو من طباعي أبداً. أنا ما بحلم غير برضا السلطان، ونذرت نفسي لأجله. بتمنى أنك تسامحيني. مأمون أوغلو بالي بيك. طلعوا لبرا، يلا بسرعة.
عم تلعبي من وراي يا شهرزاد؟ كيف بتروحي بتخبري بالي بيك؟ شو كنتي رح تساوي لو كنتي مكاني؟ أنا حاولت ننقذ حالنا قدام مولاي السلطان. كنتي بدك تنقذي حالك وبس يا شهرزاد، أنتي أنانية وما بهمك حدا بنوب. بكفي بقى جنان خديجة، اصحي بقى، أنتي لك فترة مالك طبيعية. حب الانتقام والطمع عمولك عيونك يا سلطانة، كل هاي البلاوي من ورا تهورك. اهدي بقى. حكيتوا أنت ومولاي يا باشا؟ لا، لأنه ما بقى في لزوم للحكي يا سلطانة، الموضوع واضح للكل. ولا أنا غلطان؟ كيف تسمحوا لخطأ مثل هذا يصير يا سلطانة؟ كيف؟ مو وقته يا لطفي باشا. هالشي اللي صار أنا مالي ذنب فيه بنوب، بس كان ممكن جلالة السلطان يقطع لي راسي بسبب تصرفكن هاد. كون مطمن يا باشا، طول ما السلطانة شهرزاد واقفة وراك ما رح يصير لك شي، رح تحميك وكمان رح تساندك. حكيتوا أنت ومولاي يا باشا؟ لا، لأنه ما بقى في لزوم للحكي يا سلطانة، الموضوع واضح للكل. ولا أنا غلطان؟ كيف تسمحوا لخطأ مثل هذا يصير يا سلطانة؟ كيف؟ مو وقته يا لطفي باشا. هالشي اللي صار أنا مالي ذنب فيه بنوب، بس كان ممكن جلالة السلطان يقطع لي راسي بسبب تصرفكن هاد. كون مطمن يا باشا، طول ما السلطانة شهرزاد واقفة وراك ما رح يصير لك شي، رح تحميك وكمان رح تساندك. سليمان شو الموضوع؟ لقينا ذهب إبراهيم باشا، شهرزاد عرفت وين مكانهم وخبرت مأمون أغلو مشان يروح ياخدون. كانوا عم بيحملوهم بالعرباية مشان ينقلوهم لهون. وليش وقت ما عرفوا وين مكانهم ما خبروك بهذا الشي مولاي؟ مأمون أغلو أخذ التدابير اللازمة، كان رح يخبرنا وقت يوصل الذهب لهون. وانت ليش مزعوج يا سليمان؟ الحمد لله انه السلطانات ما لهم ذنب بالموضوع، اساسا ما بيتجرؤوا يخبوا الذهبات عن السلطان، ما هيك؟ بالي بيك؟ مرجان اغا، وصل الذهب على القصر؟ عم بيعدوهن وعم يستنوك لحتى تساعدهن بنقلهن على خزينة الدولة. لكن رح روح ساعدهن. مرجان آغا، سلطانة شهرزاد حكت لي عن وفائك لإلها، بس هلأ وفائك لازم يكون لمولانا السلطان وبس، بما أنك صرت حاجبه والبواب الخاص لجناحه، عم تفهم؟ سلطانة. سلطانة، بدي هنيك يا مأمون أغلو، أو يمكن الأفضل إنه هني السلطانات ولطفي باشا عن انتصارهم، مو هيك؟ أنا كنت عم أدي وظيفتي يا سلطانة ونجحت فيها. روح خبر السلطانات إنه من هون ورايح لازم يكونوا حذرين، لأنه مو كل مرة رح يكون مأمون أغلو موجود جنبهم وينقذهم. يا كبير الوزراء، مسألة بوغدان عم تتعقد، الواضح انه بترو راريش رح يجرنا لحرب كبيرة معه. اعذرني على تدخلي يا سمو الامير، بس انا برأيي حتى شاركان ما عنده الجرأة يتصرف مثل بترو راريش. مزبوط مزبوط، بس حملة ايطاليا كشفت حقيقة نواياه، هدفه هلأ انه يوصل لحكم اسطنبول. اعذرني سمو الامير، عم ازعجكم. بعتين من العاصمة رسول وحامل معه مكتوب من إياس باشا.
إياس باشا، عم ببلغنا أمر مولانا السلطان سليمان. اسكندر حاكم تيكي ورمضان بيري باشا وطهماز وأمراء المماليك اشتركوا بإهانة لا تغتفر بحق دولتنا العثمانية العلية، ومن بعد التحقيق بهذا الموضوع اتضح أنه بيري باشا عم بيحضر لتمرد ضد دولتنا، ومولاي السلطان عطاني أمر بقطع راسه بإيدي فورا. سلطانة، بالي بيك خرب كل شي عملناه يا رستم. هذا اللي كنت خايف منه، وأنا حذرتك أكتر من مرة وقلت لك رح يكون حجر عسرة بطريقنا، ونحن لازم نتخلص منه على السريع. الحق معك، بس نحن لازم نكسب. هو مقرب كتير من مولانا، بيستشيره بأي مسألة بتخص الدولة العلية، وخاصة أنه الوزير الأول إياس باشا سقط من عين السلطان بعد حملة إيطاليا، وعلى ما يبدو أنه لطفي باشا وبالي بيك رح يصيروا عن قريب بالديوان. حاولت منعهم بأي طريقة، بس أنا ماني بالديوان يا سلطانة، رح أرجع على ديار بكر. أنا محتاج للقوة حتى أقدر أني وقف بوشهم. السلطان عزل قاسم باشا ما هيك؟ ايه عزله يا سلطانة، بس إياس باشا ما عنده نية أنه يرشح اسمي لأستلم مكانه. ضروري فوت على الديوان بأسرع وقت، وإلا كيف رح أحمي حضرتك والأمراء من مخططاتهم ضدك؟ لا تأكل هم يا باشا، أنا رح أعمل كل جهدي مشان دخلك على الديوان. كتر خيرك يا سلطانة. في موضوع تاني المفروض تعرفيه، قالوا لي بعتوا خبر للأمير مصطفى، مولاي السلطان أمره أنه يجيب له راس رمضان بيري باشا على القصر يا سلطانة. حضروا حالكم بسرعة، رح نهاجم بيري باشا ب3000 انكشاري و2000 رامي تنفيذاً لأوامر مولاي السلطان، ورح يجينا مؤازرة من الألوية المجاورة. تشالي جالي، بعت خبر لإسكندر بيك قائد لوقتك خليه يجمع جيوشه ويلحقنا فوراً. حاضر يا سمو الأمير. صار فيكم تروحوا. شالي جالي انت خليك. اسكندر بيك مين بيكون؟ عندك اي معلومات عن هالشخص؟ لا يا سمو الامير، يلي بعرفه انهم عينوه من بعد رستم باشا على لواء طرابلس. يعني اللي عينه اياس باشا؟ مزبوط سمو الامير. مدام بيري باشا متعاون مع أمراء المماليك بالتخطيط لهذا التمرد، لازم نتواصل مع بيك الإقطاعيين حازم سليمان باشا ونطلب منه معلومات فورا. بما أنه إجت الأوامر من مولانا السلطان بيكونوا حصلوا على معلومات أكيدة يا أميرنا. ساوي اللي عم قوله تشالي جالي. صحيح رح يجي دعم لحضرة الأمير من المدن المجاورة، بس كتير صعب أنه يقمع هذا التمرد يا سلطانة، لأنه بيري باشا رجل دولي قوي، إضافة أنه الأمير مصطفى هي الأمور ما عنده خبرة فيها. نحن ما فينا نتركه للأمير مصطفى لحاله بهالوضع، أنت رح تكون جنبه، لازم أنه يفشل بهي المهمة وبأي طريقة، وهي يا رستم رح تكون وظيفتك. روحتي لعند الأمير لازم تكون بأمر من مولاي السلطان، بس جلالته أمر بأنه أنا أترك العاصمة وأرجع على ديار بكر. أنا رح أبعتك لهنيك يا رستم، لا تاكلهم، مو معقول أنه نضيع علينا هاي الفرصة مو هيك؟ سلطانة أهلا وسهلا، مولاي بانتظار حضرتكم. خبرني، مبسوط بشغلك الجديد؟ أنا كنت بفضل أني ضل بخدمتك طول الوقت يا سلطانة. وجودك هون ضروري كتير يا مرجان، نحن مبارح كنا رح نوقع بورطة كبيرة، الحمد لله أنه بالي بيك إجا بالوقت المناسب. بالي بيك بيعرف كل شي يا سلطانة، وبالرغم من هالشي ما رضي يحكي بنوب، من الواضح أنه قصده يحمي حضرتك. مولاي السلطان عينه لحمايته مرجان، وأنا ما بظن إنه البيك رح يشغل باله بهيك شغلات. مولاي ليش بده يعني؟ عندك معلومات عن هذا الشيء؟ ما بعرف يا سلطانة، جلالته متضايق من اللي صار مبارح وطول الليل ما نام.
ادخل. مولاي، السلطانة شهرزاد وصلت وناطرة إذنكم. خليها تفوت. مولاي، جلالتكم طلبتوا تشوفوني. شوفي يا شهرزاد، انت بتعرفي منيح ليش بعت وراكي لهون. انا مزعوج كتير من اللي عملتوه انت وخديجة. القصة اللي حكيتوا لي اياها امبارح انا ما صدقتها ابدا. مولاي، اياك تدافعي عن خديجة باي كلمة. بعرف انها كانت ناوي تنقل الذهب. هي مو أول مرة، مو أول مرة بتحاول تكسر كلمتي. حتى أنت مزعوجة من تصرفاتها. أختك خديجة زودتها. أنا تحملتها كتير، وكل يوم بقول إنه أكيد بكرة رح تهدى وتروق، بس الواضح إنه وضع عم بيزيد سوء. لازم الوضع حد بأسرع وقت. حضرتك شو بتقصد بكلامك؟ سلطانة، أكيد حولتوا ذهب الباشا على الخزينة، ما هيك؟ مرجان آغا عنده كل المعلومات سلطانة، وهو الوحيد اللي فيه ساعدك بهالشي. فيك تعتمد على مرجان يا بيك، أنا متأكدة إنه رح يؤدي وظيفته الجديدة بكل إخلاص وصدق. وأنا ما عندي شك إطلاقا. المهم عندي إنه يكون مخلص لمولاي السلطان، لأنه مستحيل اسمح بأي غلط. هي هي وظيفتي. أنا بوثق بإخلاصك ومحبتك لمولاي السلطان، ولهذا السبب أنا أمرتهم يخبروك فوراً وقت لقينا ذهبات المرحوم إبراهيم باشا. سلطانة، تفضل. مريم، ليش لساتك بالفرشة لهلا؟ بس ما تكوني مريضة. لا، بس حبيت ارتاح شوي. شو صاير حبيبتي؟ مو على أساس تشوفي بالي بيك اليوم لتكوني التقيتي معه؟ طلع الحق معك يا أسماء، بالي بيك ما بده يعني، وهو بيفضل يضل بعيد عني على طول. ليش؟ شو قالك بالضبط؟ السلام عليكم إياس باشا. خير يا باشا، انت ليش لساتك هون؟ اخيرا الذهبات التقوا. عندي علم بهالشي، كنت عم اقول طالما انتهى واجبك ما عاد في لزوم تبقى هون، صار فيك تروح لديار بكر. قاسم باشا، عزلتوه من مهمة وزير القبة، وحسب المراتب المتسلسلة بالديوان أنا أكتر واحد بيستحق هذا المنصب بعد قاسم باشا، لهيك بتمنى من جنابك تعيني بهذا المنصب. هالشي بيقرره مولانا السلطان. جنابك ليش ما بدك يعني يكون بالديوان؟ حضرتك مزعوج مني؟ لأنه أصولي كرواتية؟ ولا لحتى أحصل على هذا المنصب لازم تكون أصولي ألبانية؟ شو هالحكي رستون باشا؟ هالأفكار هي من وين بتجيبها أنت؟ طيب شو الحكمة إنه كل يلي عينتهم بالوظائف المهمة كانوا ألبان؟ إلزام حدودك، أنا ماني مضطر وضح لك هالشي. صدقني أنا ما عم بحكي إلا يلي سمعته يا باشا. مثلاً سمعتهم عم يقولوا إنه جنابك عندك أصل بفندقلي، وعم يقولوا إنه عم تعمل ليالي سهر وأنس فيه. هي اسمع وقاحة.
شو يا باشا لتكون عم تراقبني؟ ما في داعي راقب جنابك، انت بتعرف انه كل الموجودين بهذا القصر مكشوفين وما في شي بتخبى بنوب. هلأ المنيح انه الموضوع لسه ما وصل للسلطان، فاشكر ربك. مولاي فهمان كل شيء يا خديجة. أصلاً أنت حاكي قدامه أنه الذهبات من حقك ومن حق أولاد إبراهيم باشا. وشو رح يصير؟ بده يصادر الذهب؟ القانون بنص على منحك جزء من هذا الذهب، والجزء الباقي أكيد رح ينتقل للخزينة. وأنا شو مصيري؟ هذا الجواب اللي بيهمني. أكيد مولاي رح ينفيني لمكان بعيد، شو ما عمل ما عاد يفاجئني أبداً. ما بعرف، بس كان متضايق لدرجة كتير كبيرة. أكيد رح يتخذ شي قرار، بدك تستني. إمتى بدك تسافر رستم باشا؟ اليوم آخر مرة رح أجي فيها لهون، بس بوعدك إنه راجع وأقوى من الأول بكتير، ورح أخلي كل هالعالم يركعوا تحت رجلي أنا. حاول إنك ما تطول علي الغيبة، لأنه أنا رح أشتاق لك كتير. تعبي لي هيا ولد. أخي لا تتركني. صوفيا بوعدك ما أتأخر أبداً يا صوفيا، أنتي لا تخافي، أكيد رح نرجع نلتقي. طيب معقول يا رستم تروح وتتركنا لحالنا؟ أندرو أنا بوعدكم إني أرجع، ما رح أترككم أبداً، رح يجي اليوم اللي رح نكون فيه مع بعض أخي. يلا لك يلا أمي. اشلعي. شو ما سمعتي؟ انتي اكيد مانك من هون. شو اسمك؟ اوليفيا. اوليفيا من اي بلد انتي؟ وين ولدتي؟ ولدت بكرواتيا. كرواتية؟ طيب مالك اي حدا هون؟ اوعك تخافي. طمني أنا هون لحتى ساعدك.
مولاي بكره رح نستعرض مهاراتنا برمي السهام، رح تكون المنافسه بيننا وبين الاولاد اللي من عمرنا، وهالشي رح يصير بالحديقه الخاصه، وبهي الطريقه ببين مين الرامي الامهر بيناتنا. النتيجه باينه. اخر مباراه لعبناها انا اللي فزت فيها. هالمره تدربت كتير واكيد رح اربح. لا تحلم سليم، ما في حدا بيرمي سهم افضل مني. طيب بكره بنشوف شو رح يصير. حضرتك رح تجي؟ ايه طبعا، لحتى اشوف اذا انت قد هالكلام. طالما بكره يوم مهم كتير معناها لازم تقوموا تناموا بكير. تصبح على خير مولاي سلطانة. تصبح على خير مولاي سلطانة. تلاقوا الخير جهانجير. تصبح على خير. سمعت أنك مكلف أميرنا مصطفى بوظيفة كتير مهمة، الله يحمي ويحفظه، إن شاء الله ما بيصير معه إلا كل خير. لا تخافي عليه، البكوات اللي حواليه رح يساعدوه. سليمان بعرف أنه مانك مطمن ورح يبقى بالك هونيك، إذا بتحب خلي كمان رستم باشا يروح لعند سمو الأمير ويساعده، هو بيعرف المنطقة بالإضافة أنه عنده خبرة كبيرة. هالفكرة معقولة، إن شاء الله رح أبعته. رستم باشا من وقت طويل وهو عم يخدم دولتنا بكل ولاء، وأثبت أنه رجل دولة حكيم ومخلص. صحيح، الكل ممنون منه. الحقيقة نحن هون بحاجته كتير، لأنه مو من السهل أبداً نقدر نلاقي باشا بصدقه ومهارته، وخاصة يا مولاي بعد ما عزلت قاسم باشا، لهيك لازم يكون في باشوات بالديوان إلهم قيمة مثل رستم يا مولاي بدل اللي عزلتهم. باشا، وين كنت مختفي كل اليوم؟ سألت عنك بس ما حدا كان بيعرف وينك. يا خانم تعي. حسيبي خانم. أوليفيا صارت بحمايتي، بتعطيها غرفة وبتعلميها الأصول والعادات كلياتها، ولا تخلي ينقصها أي شيء. تؤمر رستم باشا. عن إذنك تفضلي. خير إن شاء الله. ما دخلك يا خانم. بعدين ليش كنتي عم تسألي عني؟ بدي أعرف بكرة إمتى رح نمشي مشان جهز أموري وما نتأخر. بس أصحى الصبح رح زور مولانا السلطان، وبعد منا منتيسر فورا. طيب شو صار بمسألة الديوان؟ أي ديوان؟ مو السلطانة حابة تعملك وزير بديوان السلطان؟ وخاصة إنه انعزلوا قاسم باشا من منصبه. أنت عم تنقلي أخبار للسلطانة شهرزاد، وبهالطريقة أنت بتكوني عم تساعديها بمخططها حتى تقطع الطريق علي. ليش شو منتظر يا باشا؟ مفكر إنه بيقبلوا حدا مقرب من السلطانة هيام بالديوان؟ ليش مين اللي سائل عن رأيهم يا خانم؟ صدقيني رح يجي يوم وأوصل للشي اللي راسمه بنفسي. القدر عم بيأشر علي بإصبعه، علي أنا. السلطان حدد مين يلي بده ياخد مكان قاسم باشا بالديوان؟ لا، بس رح يجي خسروف باشا يلي تم تعيينه بيك على منطقة الروميلي أثناء الحملة على البوسنة، وبهالمناسبة رح يقدم له لمولانا السلطان معلومات بخصوص بوغدان. أنا شخصياً شايف أنه بيستحق هذا المكان من بعد ما عزلوا قاسم باشا من منصبه، لأنه حسب المراتب المتسلسلة وحسب الأصول بيك روميلي هو الأحق فيها. وهالباشا شو وضعه؟
وشو ممكن يكون موقفه من هيام. انت كوني مطمنة. على فكرة بيقولوا عنه خسرف المجنون، بس هاللقب هاد جاي من جرأته وشجاعته يا سلطانة. باشا ولا كل البشوات، قوي وشجاع وذكي ما شاء الله. بهالحالة أنا بنفسي لازم اهتم بهذا الموضوع. وأنا أكيد رح أفكر بحل كمان. أنا رح أشوف أسمهان شوي. فرض الحبيب دلاله وتمنع، وأبى بغير عذابنا أن يقنع. ما حيلتي وأنا المكبل بالهوى؟ ناديته فأصر ألا يسمع. أنت صرتي ضدي يا ألفت. صدقيني أنا ما عم فكر إلا بمستقبلك وبس يا سلطانة. لا تختبري صبر مولانا السلطان أكتر من هيك. وأنا بنصحك إنه تبقي بعيدة عن هيام وعن القصر. مولانا هو يلي بعتك؟ يا الله سلطانة، ليش ما عم تفهمي يلي بقصده؟ إذا رح تضلي مستمرة بهالطريقة رح تخسري ولادك. ممكن مولانا ياخدهم من بين إيديكي، هيك بتكوني مبسوطة؟ سلطانة، مولانا السلطان إجا وعم يستنى حضرتك بالحديقة. رح يتخصص لك قصر جديد يا خديجة. بعد العرس بتعملي حسابك انه تعيشي بهداك القصر انت وولادك. عن شو عم تحكي مولاي؟ مين بده يتجوز؟ اخذت قرار بتزويجك. حضري حالك لانه رح تتزوجي باسرع وقت من باشا مناسب. ادخل. سمو الأمير، العساكر صاروا جاهزين وناطرين حضرتكم. وأنا كمان جاهز. مصطفى، اجيت حتى ودعك قبل ما امشي سلطانة. يا حبيب قلبي، طول الوقت عم ادعي لك يا روحي. الله يحميك ويحرسك. امين. رميساء، خيطوا لك اياها خصوصي وقروا لك عليها قرآن
بإذن الله بس تلبسها رح تحميك من كل شر. أنا إن شاء الله رح أرجع بأسرع وقت. إن شاء الله. تروح وترجع بالسلامة يا أمير. سمو أمير مصطفى. سنيورة، بصراحة أنا هابة كتير زور سلطانة، وإذا عندك وقت هابة شوف سموك. بعدين يا سنيورة، ما رح كون هون هالفترة، عندي مهمة ولازم نفذها. سمو أمير، حضرتكن وعدتوا تزوروني بس للأسف ما شرفتوني. هلأ أنا مضطر أمشي، وبس أرجع منبقى منحكي. وأنا رح أنتظر هاد يوم سمو أمير. سنيورة، سينيورا، عايشة خدي السلطانة نرجس لغرفتها. حاضر، مثل ما بتريدي مولاتي. مولاتي، سينيورا هون وطالبة إنها تشوف جلالتك ضروري. خليها تجي. سلطانة، أهلا وسهلا. إذا جاي مشان الأمير فهو مانو موجود. أنا من شوي شفت حضرته، بعدين أنا إجيت لحتى أشوفك، في معي هدية حبيت أقدمها بنفسي. بيكيو ديل بيكاتو، يعني مراية الذنوب. خليت عائلة كارلوني يعملوها خصيصا لحضرتك. على فكرة هاي العائلة بتكون أفضل عائلة بتشتغل بالمجوهرات مولاتي. وليش بتسموها مراية الذنوب؟ كل واحد ممكن يرتكب ذنوب من دون ما يعرف، ممكن يكون عنده ذنوب ما بيعرفها ومو شايفها ومو سمعان فيها. مع مرور وقت هاي الذنوب بتنزل على الإنسان مثل الغيمة السوداء، بتتقل عليه وما في يتحملها. لهيك جبت هاي مراية لتهميكي من الذنوب. مو أنتوا بتروحوا لعند الخوري لتعترفوا بذنوبكم؟ أكيد يا سلطانة، بس هاي أسطورة مو أكتر. بيقولوا إنه هاي مراية بتهمينا وبتهمي اللي منحبهم كلهم. والشغلة المهمة كتير إنه يلي بده يهمل هالمراية ما بده يرتكب ذنوب. إذا ارتكب أي ذنب بتنكسر، وقتها بيفتح باب الشر بوش إنسان. عجبك اللي قاله السلطان يا ألفت؟ رجال تاني بعد إبراهيم باشا؟ كيف السلطان بيساوي هيك؟ أختي ساعديني، مولاي السلطان قرر إنه يزوجني. ولا يهمك يا خديجة، أنت تركي هالموضوع علي وإن شاء الله بلاقي له حل. انت بتعرفي الموضوع، بتعرفي مو هيك؟ ورغم اني سألتك بس ما قلتي لي اي شيء. معقول انكم تغدروا فيني؟ شلون اجا من قلبكم؟ ما فيك تلومينا خديجة، انا وألفت حذرناكي اكتر من مرة بس انت يلي ما رديتي علينا ابدا. مولانا بده مصلحتك، وهو شايف إنه صار لازم تتزوجي مشان تأسسي لحالك حياة جديدة وتطلعي من هذا الجو. لا، مستحيل، هالشي مو ممكن يصير أبداً، عم تفهمي؟ وليش لا بقى؟ أنت لساتك صبية وحلوة كتير وصحتك منيحة،
انت اكيد ما رح تضلي طول العمر حزناني عليه. طبعا الحكي سهل عليك كتير، متزوجة من رجال ما بتحبيه ولا رح تحبيه ابدا، ومالك مبسوطة حتى اذا قطعوا له راسه بتنبسطي وبتقولي ارتحت منه. خديجة انا عم بكذب؟ انت ما حبيتي مثلي يا شهرزاد، وما انحبيتي مثلي انا. انا حياتي كانت معلقة بابراهيم، ونحن الاثنين كنا مرتبطين ببعضنا بحب كبير، وانا ما بقدر اتزوج واحد غيره شو ما صار. شو هالحب العظيم؟ شو نسيتي انه هو خانك مع فريال؟ اطلعي لبرا، اطلعي نقلعي من هون. سلطانة لو سمحتي. تعرفي يا خديجة، قدامك طريقين، يا أما بتتزوجي شخص أنت بتختاري، يا أما مولانا بيختار لك واحد على كيفه. في طريقة تانية، بموت حالي. أقسم بالله العظيم إذا رح تحاولوا تزوجوني غصبا عني والله لا أعملها وأقتل حالي. سلطانة صحتك منيحة إن شاء الله؟ شايفة لساتك هون؟ كان لازم سافر اليوم الصبح، بس اللي صار السلطان أمرني ساعد سمو الأمير مصطفى. سلطانة أسمهان، بدي منك تسلم لي على أخي الأمير مصطفى. بالي بيك جوا عند مولاي؟ إيه يا سلطانة، هو بالغرفة الخاصة. شكرا رستم. سلطانة صحتك منيحة إن شاء الله؟ شايفة لساتك هون؟ كان لازم سافر اليوم الصبح، بس اللي صار السلطان أمرني ساعد سمو الأمير مصطفى. سلطانة أسمهان، بدي منك تسلم لي على أخي الأمير مصطفى. بالي بيك جوا عند مولاي؟ إيه يا سلطانة، هو بالغرفة الخاصة. شكرا رستم. شو رأيك بوضع رستم باشا؟ ما صار الوقت المناسب لحتى يصير بالديوان؟ الرأي بيرجع لحضرتكم يا مولاي، بس أنا بشوف إنه من مصلحتنا إنه هو يبقى هلأ بديار بكر، لأنه وظيفته هنيك أهم بكتير من حاجتنا إله هون بالديوان. ومثل ما بتعرفوا المنطقة هنيك دائماً بحالة توتر، لهيك مهم يكون هنيك باشا ناجح ووفي إلكن وبتثقوا فيه. بعدين باشاوات الأناضول وروملي يا مولاي بيجوا بالصف الأول بالتشريفات، وهذا المنصب من حقهم أكتر. أدخل. مولاي وصلت سمو السلطانة مريم. خليها تفوت. مامون أغلو اهتملي بهذا الموضوع، بدي منك تجمعلي معلومات عن باشاوات الأناضول وروملي، بدي اسمع كل اقتراحاتك. أمرك يا مولاي. مريم أهلا وسهلا فيك يا بنتي. أهلا وسهلا يا أسمهان. أهلا فيك مولاي. بدنا نروح على الحديقة الخاصة لنتفرج على الأمراء وهن عم يتدربوا، قلت ممكن نروح سوا. إيه منروح، ليش لا؟ اسمعني منيح يا أغا، في إشاعة بدي إياها تنتشر بكل الحرم لك، بدي الكل يسمعها ويرددها كمان. أنت بتأمر رستم باشا. دستور سمو السلطانة مريم.
سلطانة؟ سمو الأمير. مو على أساس تجوا مع مولاي السلطان؟ مولاي السلطان رح يجي بعد شوي هو السلطانة. في مجال تتركنا مع الأمير؟ خير، شو في يا مريم؟ شو المشكلة؟ في شي حابة تقولي؟ حكيت مع بيزيد مو هيك؟ ما بدي اياهم يتقاتلوا بلا ما يتخانقوا قدامه. ومشيتي بالي بيك بس مشان تقولي هذا الحكي؟ أنا ما عم بفهم يا مريم، شو سبب هالتصرف؟ أسمهان هو اللي بلش بهالعداوة، فالمفروض يتحمل نتيجة أفعاله. بس هاد ما بيبرر إنك تهيني. مسك القوس وشده منيح، طلع بس على الهدف. عظيم، رمية موفقة وناجحة كتير يا سمو الأمير. تمسك القوس بهالشكل وبتخلي صدرك مشدود، تسحب الوتر هيك بقوة، والشيء الوحيد اللي بتفكر فيه هو الهدف. ممتاز. دستور جلالة السلطان سليمان المعظم. بعد شوي بنتهي من ضب الغراض يا باشا ومنطلع. ارتاحي يا خانم، ما عاد في لزوم، انت رح تبقي هون. كيف؟ يعني أنا ما رح أجي معك؟ معقولة تروح وتتركني؟ أولاً اجت الأوامر بإني روح لعند الأمير مصطفى هلأ، ممكن إقامتي تطول هنيك وأنا ما فضل تكوني معي. بعدين هون الأغوات والجواري رح يكونوا جنبك، وإذا بدك أي شيء بتطلبيه من سنبو الأغا. بس بدي تديروا بالكم على حالكم. الصبح اجيت لعندك بس كنت طالع. راحت لعند خديجة. اي وكيفها؟ صحتها منيحة ان شاء الله؟ لساتها مو منيحة، بس قريبا راح تكون بخير. لهالسبب رحت لعندها، اخذت قرار باني زوجها. ممتاز يا أميري. بالي بيك هو اللي دربه بنفسه، والظاهر استفاد من تدريبه. ولمين قررت تجوزها للسلطانة يا مولاي؟ لسه مو مبين يا هويا، أكيد رح لاقي باشا مناسب من بشوات الدولة. هاتوا عطوني سهم تاني. ليش هيك عم تضحك؟ ليش عم تضحك؟ انت اللي عملتها مو هيك؟ ليش انا شو دخلني فيك؟ انا مالي علاقه. لا تكذب، والله لا قدك. بيزيد سليم، شو هالوقعة هاي؟ يلا اعتذر من سليم فورا. مولاي هو اللي نزع لي القوس، حتى إذا بدك فيك تسأل مأمون أوغلو. لسه من شوي قلت لك اعتذر. أنا بعتذر أخي،
بهالطريقة عم تربي الأمراء؟ شو يا سلطانة؟ عم يتمادى على أخوه الكبير وقدام عيوني كمان؟ سامحهم يا مولاي وأنا رح أعمل اللازم. أنت كيف بتتجرأ وبتعمل هيك قدام السلطان ها؟ ليش ما عم ترد؟ الحق على سليم أمي، سليم لعب بالقوس تبعي، هو ساوي هيك بس مشان يبهدلني. بيزيد ما بيصير هالحكي، وكل كلمة بتقولها لازم تتأكد منها، وبعدين الأمير الحقيقي ما بيكون وقح قدام أبوه. سليم أخوك الكبير يا بيزيد، وما بيصير تعامله بهالطريقة. بس من هلأ ممنوع تفوت على الحديقة الخاصة، وممنوع تتدرب على السهم ولا على السيف، وحتى الخيل ممنوع. أمي ولا كلمة. يلا روح على أوضتك، من هون ورايح ممنوع تطلع منها، وممنوع تتجول بالقصر من دون ما تاخد إذني. فهمت علي؟ عفوا سمو الأمير. خير شو في؟ رستم باشا واقف برا وحابب يشوف حضرتك يا أمير. خلي يجي. سمو الأمير، بيسعدني شوف حضرتك وبيشرفني. خير يا باشا، شو اللي جابك لعندي؟ في معلومات جديدة؟ مولاي السلطان أمرني إجي يا سمو الأمير، وأمرني إني أقدم الدعم لسموك. بس أنا ما عندي علم بهالموضوع. مولاي قرر هذا الشيء بآخر لحظة، عرفت فيه قبل ما سافر عديار بكر بشوي. سمو الأمير بتمنى تعذرني، بس ليش حتى تنطلق الجيوش من هون؟ كان لازم ما تختاروا هذا الطريق الطويل. نحن المفروض نزحف عبر أراضي أضنا لنقطع له راس ولا بيري باشا. أنا شايف إنه هيك أفضل يا رستو، بالإضافة إنه بعتنا خبر لبيري باشا ورح يجي لهون. أنا بعتذر من حضرتك، كان من الأفضل نشن هذا الهجوم من غير علم أي حدا يا أمير. هلأ الخاين بياخد كل احتياطاته. أنا بدي حقق بكل تفاصيل القصة، رح أسمع تبرير بيري باشا، وإذا ما إجا أكيد رح يثبت خيانته لقلنا يا باشا. ما كان في داعي يا أمير، مولاي السلطان عطانا أمر كتير واضح بقطع راس هذا الخاين. انتبه لكلامك. أنت شو قصدك؟ قصدك أنه أنا غلطان؟ اغفر لي وقاحتي يا سمو الأمير، بما أني الباشا الموكل لدعم حضرتك يا أميرنا، أنا حبيت أنه ألفت نظرك من خلال خبرتي. لا تقلق يا باشا، أنا لما بكون محتاج لخبرتك وتجربتك بالحرب أكيد رح أسألك. مولاي. رئيس خضر، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك مولاي. بظن أنه وصلتكم المعلومات الجديدة. كل الجزر التابعة للبندقية باستثناء جزيرة كريت صاروا ضمن أراضينا العثمانية، وكمان دوق نكشة خضع لنا وبعت أول أتاوي مستحقة عليه. عندي علم يا رئيس خضر، طول ما أنت معنا بعمره ما حدا بيقدر يكسرنا أو يطعننا بظهرنا. شو أخبار مصطفى؟ حسب ما سمعت أنك عملت له زيارة قبل ما تجي لهون. مولاي بطمنكم، صحة الأمير كتير منيحة الحمد لله، اهتم فيني واستقبلني أحسن استقبال. هذا شيء أكيد. وقت كان عم يستعرض الجيش ويوزع ذهب على الجنود أنت كنت معه مو هيك؟ مزبوط مولاي، صلينا صلاة الجمعة سوا، بعدين عملنا زيارة لجنودنا مع بعض. هدول كانوا البواسل اللي قاتلوا بحملة أوترانتو، وسموه الأمير حب أنه يقدم لهم مكافأة حسب الأصول يا مولاي. شي طبيعي كتير أنه سموه الأمير يزور العسكر ويقدم لهم مكافآت عن النصر،
بس الشغل اللي حيرتني فعلا انه ليش حضرتك كنت مرافق مصطفى بهالزيارة؟ مولاي انا بأكد لك انه الزيارة كانت بريئة، كل الناس بيعرفوني منيح وخاصة شخصكم. لهذا السبب بالذات هذا التصرف ما بليق فيك ابدا. سمو الامير مصطفى حاكم ولاية وانت باشا من الباشوات، ما بيصير تتجاوز حدودك يا ريس خضر، ما هي؟ حضرة سمو الأمير، إجوا الحراس ومعهم بيري باشا حاكم سنجق أضنة وناطرين أمر من حضرتكم. جيبوا. سمو الأمير اتركوه. بس سمو الأمير خليه يجي. بيري باشا، أنت متهم بالتعامل مع طهماز وأمراء المماليك، وهذا بيعني خيانة الدولة العثمانية العلية. أنا خدمت دولتنا العلية بشرف وبكل أمانة لسنين طويلة، وإلي عندكم طلب إنكم ترحموا حالي وتسمعوني يا أمير. ولهيك أنا استدعيتك يا باشا، أنا حابب أسمع منك شرح عن اللي صار. فهمت منيح شو بدك تساوي؟ أكيد يا حضرة الباشا، رح نفذ أوامرك فوراً. كتير حلو، دير بالك وما بدي أي غلط بهذا الموضوع. كل شي نحكى بحقي كذب يا أمير، وصدقني هذا كان فخ إلي. أقسم بشرفي وضميري يا سمو الأمير أني حافظت على مقام دولتنا العلية ونفذت أوامر مولانا بكل أمانة. أنا ما خنت بنوب وما بخون. ومين ممكن يفتري عليك يا باشا؟ اسكندر حاكم سنجق تكي. نحن في بيناتنا عداوة من وقت طويل. وشو السبب؟ هو كان مزعوج من علو شأني من وقت المرحوم إبراهيم باشا، وهلأ لقى فرصة بعد موت الباشا وبده يتخلص مني. الله بيشهد على اللي قلته. يا سمو الأمير هو المسؤول الوحيد عن كل التهم يلي توجهت لي. بس هي تهمة خطيرة يا باشا، شو اللي بده يخليني صدقك؟ في عندك أي إثبات؟ الشاهد على كلامي هو رب العالمين. ما عندي إثبات، بس هي هي الحقيقة. خدوا. شو رأيك تشالي جالي؟ ممكن يكون كلامه مظبوط؟ الدليل الوحيد اللي عنا هو اللي خبرنا اياه يا سمو الأمير. في احتمال انه يكون عم بيكذب لينقذ روحه، او ممكن يكون قصده بهالكلام انه يجرح حدا معه على الموت. ممكن. سمو الأمير، انا بنصح حضرتكم انه تنفذوا امر مولانا باسرع وقت ممكن. واذا كان اللي عم بيقوله الصدق، وأنه الخائن الحقيقي مثل ما هو قال اسكندر حاكم سنجق تكي، سمو الأمير قيم هذا الاحتمال من راسك نهائيا، لأنه مجبورين ننفذ الأوامر ونقطع راسه، وإذا ما سوينا هيك منكون عم نخالف الأوامر. سلطانة، وينك انت يا خانم؟ من لما سافر رستم وانت ما عاد اجيتي لهم؟ ما عم بجي مشان ما ازعج حضرتكم يا سلطانة. مدام هيك ليش اجيتي يا خانم؟ حكيمة النسوان اليوم كانت بالقصر مشان المعاينة واجت لعندي. وقالت لي في حكي كتير منتشر بالحرم لك، عم يحكوا على بنتك اسمهان يا سلطانة. وهي قالت لي إنه السلطانة اسمهان
ومأمون أوغلو بالي بيك عم يلتقوا مع بعض بالسر. كل الجواري عم يحكوا عن هالشي. بالي بيك. سلطانة حضرتك هون؟ إلي وقت ناطرتك. بظن إنه إجا الوقت اللي لازم نحكي فيه، مو هيك؟ بعتذر سلطانة، بس للمرة الثانية بقلك إنه ما بيصير تجي لعندي لهون. لا تخاف، ما حدا عنده خبر. وبعدين مين في يحكي إذا شافني مع حارس مولانا الخاص؟ لازم تروحي. طلع فيني. يلي واقفة قدامك بنت صغيرة شي؟ لا أكيد مانك صغيرة يا سلطانة، ولهيك بترجاكي تروحي. لازم تمشي قبل ما أشوفك حدا. معناته ما لازم تتصرف معي وكأني بنت صغيرة. سلطانة مأمون أغلو، أنت مو شايفني؟ مو شايف عيوني شو عم بيقولوا؟ مو شايف قديش صرلن عم يحاولوا يوصلوا لك اللي جواتي؟ سلطانة سبق وقلت لك الشي اللي بالك مستحيل إنه يصير. هالشي بسبب آيبيكي؟ بسبب اللي عشته معه؟ ما بدك يتكرر نفس الموضوع، مو لهيك أنت رافض الفكرة وما بدك حتى تجرب تسمعني؟ موضوع آيبيكي ما له علاقة. شو لك كان؟ ليش أنت ما بدك يعني؟ ادخل. سلطانة بالي بيك، أنا جبت الوراق اللي حضرتك طلبتها. سلطانة قالوا لي بدك تشوفيني. وين كنتي يا أسمهان؟ قصدي وين كنتي اليوم؟ رحت على القصر لشوف مريم بس ما لقيتها، منشان هيك قعدت مع الأمراء شوي. ليش شوفي؟ ولما ما لقيتيها لمريم أنتي قعدتي مع مأمون أغلو بالي بيك. بالي بيك؟ أسمهان كوني صادقة معي، في شي بيناتكن أنا ما بعرفه؟ لا يا سلطانة، كيف خطرت لك هالفكرة؟ هالشي ما أنا مزبوط أبداً. لشو لكان كل يلي بالقصر عم يحكوا عن اللقاءات اللي بينك وبين مأمون أغلو؟ أمي هالشي مو صحيح بنوب، أحياناً بشوفه بالحديقة الخاصة ومنحكي شوي بس مو أكتر. أدخل. مولاي إجا القاضي العسكري أبو السعود أفندي. خليه يفوت. مولاي أهلين يا أبو السعود، كيف صحتك؟ عم أدعي لك بالصحة وطولة العمر يا مولاي. السلطانة هيام طلبت منا بناء جامع كبير والدراسات المتعلقة فيه صارت جاهزة للتنفيذ، أو أنا أجيت منشان أرجي جلالتك المجسم الخاص بهذا الجامع مشان تعطينا إشارة البدء. تفضل. الجامع فيه له قبة واحدة يا مولاي، بس إذا بتحب جلالتك فينا نضيف قبة تاني للجامع وبنعمل دراسة بهذا الشيء. وأركان الجامع الخمسة مسؤوفة بخمس قبب صغيرة يا مولاي. منبر الجامع رح ينعمل من المرمر الطبيعي، والقبة الرئيسية تبع الجامع يا مولاي رح تتلون بالأحمر والأخضر واللازا وردي، ونحن حابين بعد إذن جلالتك نزينها برسومات متعددة، وكمان نحن حابين نبني مكتبة بجنب الجامع. كتير منيح مرجان آغا، بعد خبر للسلطانة هيام خليها تجي لهون.
حاضر مولاي السلطان. اليوم عم تلتقي مع بالي بيك بالسر. واضح انه السلطانة معجبة فيه وعشقانته كمان. كيف ما بدها تكون هيك؟ مأمون أوغلو كتير مهضوم وظريف. تعالوا لهون بسرعة. كنتوا عم تحكوا عني؟ كأنك تجاوزتي حدودك انت وياها وعم تحكوا علي؟ سلطانة مريم بترجاكي اعذرينا، انت مالك علاقة بنوب. إذا مو عني، مين اللي كان مقصود بهالحكي؟ نحنا كان قصدنا عن السلطانة اسمهان وبالي بيك. اسمهان؟ عذرينا سلطانة مريم، والله ما لنا علاقة بنوب، كلهم عم يحكوا بالقصة. شو عم يحكوا؟ يلا خبروني. سمعنا يا سلطانة إنه اسمهان وبالي بيك كل يوم عم يلتقوا مع بعضهم بالسر، وعم يقولوا إنهم عشقانين بعضهم. جيبوا لي اسمهان، تحركوا. مجسم حلو، بس بدي منك تزد لي الشبابيك اللي بالقبة. الجامع لازم يكون له شبابيك أكتر. بالإضافة إنه صغير شوي ولازم تكبره. بدي إياك تبني بجنبه مشفى ومدرسة للصبيان ومكتبة كبيرة يا أبو السعود. مثل ما بتأمر جلالتك يا مولاي. طبعاً راح أبلغ المعماري بأمر جلالتك يا مولاي. منيح. أدخل. مولاي. سلطانة. تعالي ويام. هذا هو مجسم الجامع اللي طلبتي إنه نبني لك إياه. حلو كتير، ما توقعته بهالجمال، رائع. عجبني كتير مولاي، أنت عجبك؟ أهم شيء إنه يعجبك أنت. إذا ما عندك أي اعتراض رح يبلشوا بالبناء. أنا حبيته كتير. إذا بتسمح لي يا مولاي، أنا عندي طلب. شو هو؟ أنا حابة غير مكان بناء الجامع إذا بتشوفوا هالشي مناسب. أنا عندي رغبة نبني بأرت بازار. بس أرت بازار يا هيام ما في أي مكان فارغ، المكان كله مليان بيوت ومحلات. مندفع تعويض لكل الناس يلي رح تتأذى، وقد ما كان المبلغ، لأني بظن بناء الجامع بهذا المكان أكيد بده يحيي المحلات التجارية. شو رأيك أبو السعود؟ طالما السلطانة حابة يكون الجامع بهالمكان، أنا راح أحكي اليوم مع أصحاب البيوت، وراح أحكي كمان مع أصحاب المحلات التجارية حتى يبيعون إياها. والسلطانة هيام راح تكون مبسوطة كتير طبعا إذا جلالتكم بتشوفوا هذا مناسب. وأنا موافق، طالما هي رغبة السلطانة فلازم ننفذ. فوتي. أخيراً إجيتي يا أسمهان؟ والله ما قدرت إجي قبل. حكي لي ليش بدك يعني، لأنه لازم أرجع بسرعة، ما بدي أمي تحس أني طلعت من القصر. حكي لي شو بدك مني؟ يعني معقول ما عم تسمعي شو عم يحكوا الناس؟ سيرتك على كل لسان هون. أنت عم تلتقي ببالي بيك؟ والله ما بعرف من وين طالعين بهالحكي. أمي كمان اليوم سمعت نفس الشي. كيف؟ كمان السلطانة شهرزاد عندها خبر؟ من وين الناس عم تجيب هذا الحكي كله يا أسمهان؟ ولا في شي تاني أنا ما بعرف فيه؟ عم تساوي شي من ورائي؟ مريم شو هاد اللي عم تحكي؟ طبعاً ما عم ساوي شي. كيف بدي التقي ببالي بيك وشوفه؟ أنت معقول تصدقيهن؟ طبعاً ما صدقت. في حدا بده يخرب العلاقة بيني وبين بالي بيك، لهيك عم يحكي. وهو نفسه تبع قصة المكتوب، ولهيك بالي بيك مرعوب منه. منلف ومندور ومنحكي بنفس الموضوع. والله مليت وأنا عم برر. أصلاً لسه ما في شي بيناتكن حتى يجي حدا ويخربه، ما هيك؟ عذرني يا سمو الأمير، بس نحن شو عم ننتظر؟ مولانا السلطان أمرنا نقطع راسه فورا. أنا طلبت من اسكندر حاكم تيكي يجي لهون يا رستم، بدي اسمع شو رح يقول. يحيى بيك، أنت شو رأيك بالقصة؟
سمو الأمير مصطفى ما بيساوي إلا تصرف صح يا رسوم باشا. أنت عندك شك بهذا الشيء؟ حاشا، مستحيل شك بهذا الشيء، بس أنا بشوف أنه تأخرنا لمصلحة بيري باشا، وهذا ممكن كمان يخليه يقوم بعصيان. عفوا سمو الأمير، إجا درويش بيك عم يقول أنه في موضوع مهم. خليه يدخل. أعذرني سمو الأمير، وصلت معلومات كتير مهمة بخصوص بيري باشا حاكم سنجق أضنا، وقلت أكيد بهمكن تسمعوا. احكي يلا. سمو الأمير، كان في جاسوس بعثته على مصر والتقى بأشخاص مقربين من حاكم مملوكي وسأل كتير عن هالموضوع، وعلى حسب ما قال بيري باشا مظلوم يا سمو الأمير، وبالحقيقة هو ما خان الدولة العليّة. انت شو عم تحكي يا درويش؟ إياس باشا بذات نفسه عمل تحقيق بهالقصة، وفي بين إيدينا قرار من السلطان. رسوم باشا، إذا ما عندك شيء لتقوله فيك تمشي. سمو الأمير، ليش هالانفعال يا باشا؟ بصراحة انفعلت مشانكن يا سمو الأمير، يعني إذا أخذنا بحكي جاسوس مو نحن بعتينه وما بنعرف من وين أصله، النتيجة رح. شكرا لرأيك باشا. سمو الأمير، رستم باشا معه حق، حضرتك ممكن تعرض حالك للخطر بهالتصرف. هاد مو بس جامعي يا عفيفة خانو، رح يكون في مكتبة ومدرسة ودار للشفاء وتكية، رح يكون مجمع كتير كبير. الله يديمك ويطول بعمرك يا سلطانة، كل الناس رح تدعي لحضرتك. شو كيف السلطانة خديجة؟ لساتها رافضة انه تتجوز؟ الموضوع مو سهل ابدا، صعب كتير انه تتقبل هالفكرة. اي مزبوط، بس طالما السلطان اخذ قرار بهالشي فأكيد هو شاف إنه الوضع أفضل بكتير إلها، بركي بتلاقي السعادة بهالزواج. حكيت مع السلطانة شهرزاد بهالموضوع وهي كمان عم تفكر نفس الشي، قالت لي لحتى تنسى السلطانة خديجة حزنها لازم ترجع تعيش حياتها من جديد. لو السلطانة شهرزاد فكرت شوي بإختها صدقيني كانت تحسنت، بس هي ما عم تفكر غير بأهدافها. شو هالأهداف يا مولاتي السلطانة؟ بدها تتخلص مني. تعالي مريم، طلبتك لحتى ورجيكي مجسم الجامع، الجامع يلي طلبت بناؤه. حلو كتير. شوفي مريم، ليش مزعوجة؟ شو ما عندك خبر؟ الكل عم يحكوا بالقصة، بالي بيك وأسمهان عم يلتقوا مع بعضهم. بالي بيك، أنا استدعيتك لأني سمعت بالقصر شوية حكي. عم اسمعك يا سلطانة. رح حاكيك بكل صراحة يا مأمون أغلو، وأنا واثقة أنك رح تساوي نفس الشي. عم بيقولوا هون أنه في بينك وبين بنتي أسمهان علاقة حب، مزبوط هالشي؟ كل واحد بيقول هذا الحكي بيكون كذاب وبده يأذيني يا سلطانة. أنا بأكد لك إنه هذا الحكي مو صحيح، صدقيني مو صحيح أبدا ومستحيل كمان. ولشو كل الناس عم يحكوا بالموضوع لكان؟ ما عندي أي معلومات يا سلطانة، بس رح خبر حضرتك بعد ما حقق بهالشي. مأمون أغلو، حضرتك إنسان صادق وقريب من سلالتنا الحاكمة، ومعروف إنك صديق لمولانا السلطان وكتير مقرب منه،
أنا بالنسبة إلي مصدقة كلامك، بس هالشي بيعني إنه في حدا هون بده يتخلص منك. ثقتكن فيني أهم من أي شي تاني يا سلطانة. ومن المهم كمان نعرف شو بده يصير بعدين، قصدي إنه هالكلام ممكن يضل عم ينحكى بهالقصر وهالشي مانو مقبول. يعني أكيد رح يوصل هالحكي للسلطان أو لزوجي، وبهالحالة واجب علي هلأ إنه أحميك وأحمي بنتي، ولهيك قررت إنك تتزوج من بنتي أسمهان. معقولة هالشي؟ أنت عندك خبر بهالحكي عفيفة خانو؟ والله سمعت هالحكي يا سلطانة هويام، بس ما كتير أخدت وعطيت فيه. مثل ما بتعرفي الجواري بالحرم لك كل يوم بيطلعوا إشاعة. ما بدي حدا يحكي بهالموضوع من بعد اليوم. أمرك يا سلطانة. فيكي تمشي. حبيبتي مريم، شو قصتك؟ ليش لسه متضايقة؟ لتكوني غيراني من اسمهان؟ لا، بس أنا حبيت إجي وأعطيكي خبر، خصوصاً إنه السلطانة شهرزاد استدعته لبالي بيك ليروح لعنده فوراً، وهلأ هو هنيك. وأنتي من وين عرفتي هالشي؟ اسمهان من شوي قالت لي وهي مستغربة، وقالت إنه السلطانة شهرزاد بدها تزوجها من بالي بيك وفوراً. ما بعرف شو هو قصده، بس الواضح إنه هي عم تخطط لشي. لك دخيلة ما أحلى أنا، دخيلة السمون. يسميك أبو الشوارب. شو يا باشا؟ شو رأيك تقوم ترقص معي؟ أرقص؟ أو برقص، ليش لا؟ باشا شو رأيك نطلع لفوق؟ طولي بالك شوي، لسه بدنا نشرب كاس تاني. لسه الليل طويل، بعدين مننزل ومنرقص. ايه وليش لا يا حلوة، انا تحت امرك يا امورة. ايه تفضل معي يا باشا. يلا امشي معي لك انا. مرجان اغا. حضرة الباشا، اجيت لأسألكم اذا بتأمروني بشي. معناته انت باشا عن جد؟ اصلا هالشي واضح، هالطول كله وهالعرض ما شاء الله عليك يا باشا. لك وطي صوتك يا خانو، ما بدي حدا يعرف مين بكون. مرجان اغا، انت روح هلا وانا بعد شوي بلحقك. يا اما نروح سوا يا اما ما بقى تفوت على القصر ابدا. يا باشا شو ما رح تروح معي؟ اسكتي لسه لحقتيني. باشا باشا روحي من وشي، انا هلا مو رايق لك. مرجان اغا. حضرة الباشا، اجيت لاسالكم اذا بتامروني بشي. معناته انت باشا عن جد؟ اصلا هالشي واضح، هالطول كله وهالعرض ما شاء الله عليك يا باشا. لك وطي صوتك يا خانو، ما بدي حدا يعرف مين بكون. مرجان اغا، انت روح هلا وانا بعد شوي بلحقك. يا اما نروح سوا يا اما ما بقى تفوت على القصر ابدا. يا باشا شو ما رح تروح معي؟ اسكتي لسه لحقتيني. باشا باشا روحي من وشي، انا هلا مو رايق لك. شو يا باشا؟ رح تضل واقف عندك؟
شو اللي زعجك؟ بس ما تكون زعلان مني، والله ما عم شوف رجال غيرك بنوم، أنا عم نفذ كلامك بالحرف. اللي زعجني أنت مالك علاقة فيه. شو اللي مزعلك لكان؟ أنت ليش ما عم بتقرب مني؟ يا مرجان آغا، الله يخليك لا تعمل فيني هيك، وقف شوي. طيب قلي شو ساويت غلط لحتى معصب مني لهالدرجة؟ مولاي السلطان وسلطاناتنا كلهم موجودين هون بالقصر، وانت سهران بالخمارة عم تشرب وترقص. لك شلون تطلع من دون إذني؟ بركي احتاجوا لك بشيء. بس أنا نبهت الطباخين اللي عندي، وكمان أخذت إذن من سنبول آغا قبل ما أروح. سنبول آغا حسابه بعدين. اسمعني، من هون ورايح ما بتتحرك من مطبخك بدون ما أعطيك إذن. عفواً يا مرجان آغا، بعدك من هون ورايح إذا بدي روح على الحمام رح أعطيك خبر قبل. احترم حالك، أصلاً كل تصرفاتك مو عاجبتني. سلطانة، بالي بيك وينه؟ بدي استشيره بموضوع كتير ضروري. ما عندي علم يا سلطانة، بس هو كان معي بالخمارة من شوي. شكري آغا، أنا بدي روح بالإذن سلطانة. سلطانة إذا بتحبي أنا بخبره، شو القصة؟ بدي أطلب منه يحكي مع الأمير سليم، حاسسته مزعوج شوي. اعذروني على فضولي يا سمو الأمير، اسكندر بيك حاكم سنجقتكي رح يجي لهون، ليش نحن حتى نروح؟ ما بدي شوفه هون، أنا متقصد إنه شوفه هو وجيوشه. وشو مشان بيري باشا؟ كمان رح يجي معنا يا باشا، طالما إنهم عم يتهموا بعضهم فلازم إنه نواجههم. شلجالي، لك أنت شو عم تساوي؟ انت لازم ترشد سمو الامير على الطريق الصحيح، ما هيك؟ وتحاول انه تبعده عن الخطا. نبهت حضرته كتير يا باشا، بس سمو الامير مصر وشايف انه هذا الحل المناسب. حاكم روملي خسروف باشا. مولاي، أهلا وسهلا يا باشا. اللي شو الأخبار؟ بيترو راريش كيف تعامل مع التحذيرات اللي وجهنا له إياها؟ مع الأسف الأخبار مو منيحة يا مولاي. بيترو راريش من جهة ما عم يدفع الضرائب، ومن جهة تانية قرر إنه يخون الدولة العليا يا مولاي، وهو احتل هستان الآمنة. شو عم تقول يا باشا؟ هيك بيكون راريش تجاوز حدوده كتير. وسمعت كمان انه ملتقي مع شاركان يا مولاي. اصلا احتلال لهستان صار بعد فترة قصيرة من لقائهم يا مولاي. حضرة سمو الأمير، عبدكن حاكم سنجقتيكي منحتوه شرف كبير باستدعائكن لإله. سمو الأمير،
إن شاء الله هالخاين رح ننتقم منه، رح ننتقم من رمضان برباشة وعيلته، رح يدفعوا ثمن خيانته لمقام دولتنا العلية. مزبوط هالحكي يا اسكندر باشا، يلي بيفكر يخون جلالة السلطان سليمان ودولتنا العلية لازم يدفع روحه ثمن لهالشي، ورح أعاقبه بإيدي لهالخاين. حسب الأخبار اللي جابونا ياها رجالنا من بلاد الأعداء، شاركان عم يحرض الكل علينا، بده كل الرعايا المسيحيين يقوموا ضد دولتنا العلية يا مولاي. أكيد هالجاهل عم يحلم أنه ينتصر على الدولة العلية ويرجع مرة تانية على اسطنبول. معك حق يا باشا، بيترو راريش اتصل مع فيرديناند وشاركان، جنودنا قدروا يمسكوا بعض الرسائل. البابا والإسبان عملوا صلح مع الفرنسيين، إسبانيا والبندقية ومالطا والفاتيكان وبعض أمراء الطليان متفقين مع بعضهم يا مولاي، عم يحاولوا أنهم يأسسوا أسطول بحري كبير كتير. هذا بيعني أنهم عم يخططوا يهاجموا الدولة العلية من جهتين بنفس الوقت يا مولاي. شو راح نساوي يا بشوات؟ مولاي أسطولنا جاهز، إذا سمحتوا لي حضرتكم راح أتحرك بالأسطول فورا، وراح أفتح كل الجزر اللي لسه مانا مفتوحة لهلأ، وراح تابع حركة أسطول الأعداء اللي بميناء برويزة. بالإضافة يا مولاي، إذا ما حطينا بوغدان فايف وداسنا عند حده أكيد ما رح نقدر أنه نحكم الأفلاق والمجر. رئيس خضر باشا، أنت خود من هلأ الإجراءات اللازمة على طول البحر. إياس باشا، حضر حالك للحرب بأسرع وقت، رح نقوم بحملة على كارا بوغدان، وهيك رح نعلمه درس قاسي ونوقفه عند حده لبيترو راريش. وبالإضافة رح نقضي على بوغدان فويا كمان نفسه هذا الشي فوراً. سمو الأمير، كل احترامي وإعجابي بعدالتكن وإنصافكن يا سمو الأمير، وثقت فيني بالوقت يلي كل الناس اعتبروني واحد خاين، روحي فدا حضرتكن يا سمو الأمير. سمو الأمير عطاني أكثر من اللي طلبته بكتير، أولاً ما طاع الأوامر، ثانياً قضى على اسكندر وجيوشه لأنه اعتبر الخيانة اللي صارت هنن وراها. وصلوا خبر فوراً للسلطان لأنه جلالته لازم يعرف بهذا الشيء. سلطانة؟ والله السلطانة شهرزاد بتخوف كتير ولازم حضرتك تنتبهي منها، يعني ما في أزكى من هيك فكرة بنوب مشان تسحب بالي بيك لطرفها. لازم نمنع هالموضوع يا سمبول، هالزواج مو لازم يتم. سامحيني يا سلطانة، بس نحن مو طالع بإيدنا أي شيء، بالي بيك مستحيل يرفض لطلب للسلطانة من دون ما يستشيروا السلطان، ما بيساووا شيء. والله مزبوط يا سلطانة، بس يعني ليش لحتى مولانا يمنع هالزواج؟ كيفك خسروف باشا؟ من زمان ما شفناك. عم ادعي لك بطولة العمر يا مولاي، كنت متمني اني اجي وجيب اخبار منيحة لحضرتك. معلوماتك مهمة يا باشا، اصلا شاركان وفيرديناند صار لازم نوقفهم عند حدهم، بس انا استدعيتك مشان موضوع تاني. انا عزلت قاسم باشا وضروري انه عين حدا تاني مكانه باسرع وقت. طبعا يا مولاي، ضروري انكم تعينوا حدا بهالمنصب قبل الحملة. حكيت مع بالي بيك ولطفي باشا وهن اتنين رشحوك لهالمنصب المهم. غمرتوني بفضلكن ولطفكن يا مولاي. أنا بالأساس كنت عم فكر فيك مشان تستلم هالمنصب،
خسروف باشا، من اليوم راح تصير وظيفتك هي وزير القبة إن شاء الله. ألف مبروك. عابدكم خسروف ممنون كثير لاختياركم يا مولاي، وإن شاء الله أن يكون عند حسن ظنكم. أنا ما عندي شك أنك راح تقوم بوظيفتك على أكمل وجه، وطلبت أن أشوفك اليوم مشان موضوع تاني كمان. برأيك شو الحل يا نصوح؟ أنا هلأ واقع بين نارين، قلي شو بدي ساوي؟ والله الموضوع مو سهل يا بيك. السلطانة مريم من جهة والسلطانة أسمهان من جهة تانية، وأنت بهاي الحالة لازم أنه تختار واحدة منهم. بس السلطانة شهرزاد أخذت القرار، قالت بدكم تتجوزوا، كيف بدك يعني أرفض؟ أنا بشوف أنه تحكي مع السلطانة مريم، بجوز حضرتها تلاقي شي حل مشان تمنع هذا الزواج. مستحيل ساوي هالشي. ليش مستحيل يا بيك؟ نسيان إن السلطانة مريم هي بنته الوحيدة لسلطان العالم. ادخل. بالي بيك، هاد لإلكم. خير، شو في كمان؟ السلطانة طالبة إنها تشوفني يا نصوح. هالموضوع صار لازم إنه ينتهي. سلطانة لا تاكلي هم هذا الموضوع أبدا، لأنه أنا عيوني وأدني مفتوحين على طول. ماني مطمنة يا سنبل، إذا قدروا يجوزون وقت السلطانة شهرزاد رح تقوى كتير. إيه والله، وما رح نقدر إنه نوقف بوشها. إيه معك حق. سلطانة، السلطانة أسمهان راحت على القصر الرخامي حتى تشوف بالي بيك. ما شاء الله، والله يا سلطانة الموضوع كل ماله عم يتعقد أكتر وأكتر. كيف عرفتي إنه رح يلتقوا؟ وحدة من الجواري يا سلطانة إجت على غرفتي وخبرتني. أكيد مريم بتكون مزعوجة كتير من قصة الزواج. سلطانة شو رح نساوي؟ سنبول ضروري نتحرك وبسرعة. أهلا وسهلا يا ألفة. السلطانة خديجة موجودة؟ أنا لازم أشوفها هلأ ضروري. خديجة بغرفتها. خير إن شاء الله ألفة، شو الموضوع؟ ليش ضروري تشوفيها لخديجة؟ شبكن؟ خير، شو صاير؟ مولاي السلطان بعتني لعندك يا سلطانة. شو بده مني؟ أمرني خبرك إنه جلالته اتخذ القرار بتزويجك من خسروف باشا حاكم روملي يا سلطان. Thank you.
الله.